في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية استهدف حزب الله بقذائف المدفعية جنودا إسرائيليين أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدة. وذكر في بيان مقتضب أن القصف جاء دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي التابعة له اعترضت طائرة مسيرة تسللت من لبنان إلى شمال البلاد.